السلام عليكم ويا رب تكونوا في أحسن صحة وحال. من ضمن أهم أسباب تقلصات البطن والنزلات المعوية والإسهال خصوصا في بعض الدول اللي هي متوطنة فيها الأميبا. الأميبا ميكروب أو طفيل أحادي الخلية، مش بكتيريا ومش ديدان، يعني حاجة غير مرئية عشان الناس بتفتكر إن الأميبا ديدان. الأميبا مش ديدان، ميكروب أحادي الخلية بيدخل على الجهاز الهضمي نتيجة إن هو عنده حويصلات بيتحوصل داخلها وبتمنع عنه العوامل الخارجية. موجود في بعض الدول اللي بنقول عليها متوطن فيها زي جنوب شرق آسيا، خاصة الهند، بعض دول أفريقيا، بعض دول وسط أمريكا، والأماكن اللي ما فيهاش مية نظيفة قوي وبتنتقل فيها العدوى بكثافة. الأميبا بتنتقل عن طريق إن الفضلات بتاعة الإنسان اللي فيها الأميبا أو الإنتاميبا هيستوليتيكا الاسم العلمي بتاعها المتحوصلة بتنتقل للشخص السليم عن طريق الأكل أو شرب السوائل خصوصا المية. الأميبا أول ما بتدخل الجسم طبعا بتعمل التهاب في الأمعاء وبتسكن جدار الأمعاء وبتبدأ تتكاثر، وبعد كده ممكن تنتقل للقولون أو في بعض الأحوال بتخرم جدار الأمعاء وتدخل الدم وتروح لأعضاء كتيرة من ضمنها الكبد والرئة والقلب، ودي بتبقى حالة شديدة وخطيرة شوية، وممكن تدخل بعد ما تختلط جدار الأمعاء للغشاء البريتوني وتعمل التهاب في الغشاء البريتوني، ودي من الحاجات برضو اللي ممكن تكون خطيرة. مشكلة الأميبا إن 80% على الأقل من اللي عندهم أميبا متحوصلة مش حاسين بيها ولا عندهم أي أعراض، يمكن من حين لآخر شوية تقلصات في البطن، شوية إسهال، وخلاص بياخد أي حاجة يوم أو يومين واختفت الأعراض بيبطل. وهم دول المشكلة، لأن دول بينقلوا العدوى من غير ما يعرفوا، خاصة إذا ما كانوش بيتبعوا الأساليب الصحية، خاصة بعد الخروج من الحمام وعدم غسل الإيد كويس جدا. وبتنتشر في وسط الناس اللي بتحضر الأطعمة، خاصة الأطعمة المبردة زي الفواكه والخضروات الغير مغسولة جيدا، واللي وصل لها الطفيل عن طريق عدم غسل الإيد بعد الخروج من الحمام. في أوقات نادرة جدا بتنتقل عن طريق فتحة الشرج نفسها في بعض الأحوال، وممكن تدخل الأمعاء بالطريقة دي. أعراض الأميبا أو يعني المتحوصلة ممكن ما يكونش ليها أي أعراض غير اللي احنا قلناها خالص، ولكن بعد ما بتتكاثر في جزء ناشط منها بيسموه تروفوزويت، ودوت ممكن يعمل الدوزنتاريا الأميبية. والدوزنتاريا الأميبية حالة حادة من الأميبا، ممكن تعمل آلام شديدة في البطن، ارتفاع في درجة الحرارة، إسهال شديد جدا مع نخاط، وبعض الأحوال مع دم. الأميبا ممكن تعمل تقرحات داخل الأمعاء، وممكن توصل للكبد وتعمل خراج في الكبد، وممكن تعمل مشاكل كتير لو ما تعالجش بسرعة، علما بأن علاجها في معظم الأحوال بسيط وبيجيب نتائج سريعة. عشان نشخص حالة أميبا لازم يكون بيجيلك حالات إسهال متكرر غير معروفة السبب أو ألم في البطن، هيطلب منك الدكتور تحلل البراز وممكن تبان فيه الأميبا سواء العادية أو المتحوصلة. برضو في بعض الأحوال إذا وصل للكبد ممكن نحتاج إن احنا نعمل سونار على البطن عشان نشوف إذا كان وصلت لأي أعضاء أخرى أو لأ، وفي بعض الأحوال بنسحب عينة من الكبد عشان نحلل المادة اللي داخل خراج الكبد اللي بيجي بألام شديدة في ناحية اليمين في البطن، ممكن توصل للصدر من فوق أو ألام في الصدر. بعد كده ممكن نعمل حاجة زي البي سي آر عن طريق الأنف أو عن طريق البراز، وعشان نشوف النشاط بتاع الأميبا. وفي بعض الأحوال ممكن نعمل إشاعات على البطن كله عشان نشوف إذا كانت وصلت، على الجسم كله عشان نشوف إذا كانت وصلت لأماكن أخرى ولا لأ.
إنما في معظم الأحوال بتكون متمركزة في الأمعاء وممكن تبان في تحليل البراز. علاجها بسيط في معظم الأحوال، مادة المترونيدازول لمدة أسبوعين ومعها مادة تانية اسمها الديلوكسانيد فرويت، وديت عشان موضوع الأميبا المتحوصلة. مشاكل الأميبا زي ما قلنا إنها ممكن في معظم الأحوال موجودة عند شخص وبيرمي فضلاته أو بيحط فضلاته أو ما بيغسلش إيده، أو بتوصل الأميبا لناس تانية ما عندهمش أي مشاكل فبتنتقل لهم وبيحصل التكاثر من هنا لهنا لهنا لهنا. نصائح بالنسبة للأميبا مهمة جدا. إذا كنت مسافر دولة من الدول المتوطنة فيها الأميبا، خلي بالك إن أنت ما تاكلش أكل خاصة المبردات بره البيت، وبرضه تأكد من غسل الفواكه والخضروات كويس جدا. إن أنت دايما ابعد عن الأشياء المبردة زي مكعبات التلج، لأنك مش ضامن المية اللي اتعملت بيها إيه، ولا ضامن الشخص اللي حضر السلطة أو الخضروات أو الفواكه غسل إيده بعد الحمام ولا لأ، خاصة إذا كان عنده الأميبا. النقطة التانية، دايما اهتم بغسل الإيد كويس جدا بعد الحمام. حاول بقدر الإمكان إن أنت إذا شعرت بالأعراض اللي احنا قلنا عليها، إسهال متكرر أو دم في البراز أو آلام وتقلصات في البطن متكررة، إن أنت تروح للدكتور فورا وتعمل التحليل، وإذا كان عندك أميبا بتعالجها. وياريت الناس اللي معاك في البيت كلهم يحللوا في التوقيت ده هوت، عشان لو عندهم أميبا تتعالج. الأميبا طفيل أحادي الخلية بسيط، ولكن بينتشر في بعض الأماكن وبعض الدول، خاصة الأماكن اللي ما فيهاش فيها تجمعات وما فيهاش نظافة قوي، زي السجون وزي المجتمعات المغلقة وزي بعض الدول اللي قلنا عليها زي الهند وبعض الدول اللي المية فيها مش مضمونة 100%. وحاول دايما تخلي في فلتر للمية أو تشرب مياه معدنية أضمن وأأمن. الأميبا ميكروب بسيط ممكن يتعالج ببساطة، ولكن نخلي بالنا دايما ان في ناس كتير في المجتمع عندهم أميبا ومش حاسين بيها. واتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة، واشوفكم دايما على خير. ما تنسوش لايك سبسكرايب تفعيل جرس، وسلام عليكم.